طنق الآن بوم بوم سوبرمان أقوى رجل في العالم. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بليس. اليوم جيتكم بفيديو جديد من لعبات جي تي اي 5 مودز، وكما تلاحظون لدينا الآن المود الخاص بسوبرمان. ها هو يا شباب، لاحظوا معي، يشبه صراحة سوبرمان الحقيقي. لاحظوا معي يا أصدقاء، لاحظوا معي وجهه وملامحه، انتظروا أقترب منه. لاحظوا معي، صراحة يشبه سوبرمان الحقيقي، هذه الشخصية مميزة، وكذلك في قواه الخاصة يشبه سوبرمان الحقيقي. يستطيع الطيران، ولديه كذلك القدرة الخاصة باللايزر في عينيه كما تلاحظون، وكذلك يا أصدقاء قوي جدا في اللكامات، وقوي جدا، يستطيع دفع السيارات فقط بقوته الداخلية كما تلاحظون يا أصدقاء. يعني هذا السوبرمان فهو قوي جدا، سيقوم بتدمير أي شخص. هيا لاحظوا معي، يستطيع الطيران بدون أي شيء. والآن هيا لكي ننطلق، ليتس جو. يا سلام، لاحظوا معي يا أصدقاء، سوبرمان الآن يطير. I am سوبرمان، أنا أطير الآن فوق المدينة وسوف أنقذكم من الأشرار. أنا هو سوبرمان الآن، سوبرمان في مدينة لوس سانتوس. لاحظوا معي، إنها الميز بانك، أنا أطير قرب الميز بانك. يا سلام عليك، أنا أطير قرب الأتوميك الآن. لاحظوا معي، يا سلام، انظروا يا أصدقاء، انظروا، لن أحتاج إلى أي أحد، أستطيع الطيران لوحدي لأنني أنا هو سوبرمان. يا سلام عليك، سوف أنشر الخير في هذه المدينة. سوف أنشر الدمار وليس الخير. لاحظوا معي يا أصدقاء، سوبرمان يطير، شوفوا هذه الطائرة تطير، أنا كذلك أستطيع الطيران. هيا لكي نقوم بالذهاب إليها. هيا يا أصدقاء، يا أيتها الطائرة، لا تستطيعين أنت فقط الطيران، أنا كذلك أستطيع الطيران، وأنا قادم إليك وسوف أسبقك. من الأسرع، أنا أم أنت؟ أكيد سوبرمان هو الأسرع. لاحظوا معي يا شباب، لاحظوا معي، أكيد سوبرمان هو الأسرع. كيف حالك يا أيتها الطائرة؟ كيف؟ لاحظوا معي، واو واو واو، أنا أطير قرب الطائرة الآن. لاحظوا معي، واو، يا سلام، أنا هو سوبرمان. لاحظوا معي، يا سلام عليك، يا سلام. هيا لكي نطير معنا، أنا والطائرة، لأنني أنا هو سوبرمان. يا سلام، شوفوا معي سوبرمان، شوفوا. يوه حسنا يا أيها الطائرة، مع السلامة يا أيها المسافرون، مع السلامة، نلتقي لاحقا. لاحظوا معي يا أصدقاء، سوبرمان الرائع، وأنا أطير الآن فوق الميليتاري بيز. يا سلام، أنا فوق الميليتاري بيز أطير. المشكل الوحيد في سوبرمان يا أصدقاء هو أنني لا أستطيع الوقوف، إذا اقتربت في الوقوف أنا أموت، ليس أموت لكنني أسقط. لاحظوا معي، سوف أريكم التجربة الآن، أستطيع الطيران هكذا بدون أي مشاكل، لكن إذا أردت النزول إلى الأرض، المشكل الوحيد في هذا المود هو لا توجد طريقة للنزول. لاحظوا معي، إذا أردت النزول، واو، لقد نزل، غريب، في بعض الأحيان لا ينزل لي أصدقاء، لكن لاحظوا معي سرعته، سوبرمان سريع جدا. لاحظوا معي، يستطيع التحكم في الجاذبية بدون أي مشاكل، يستطيع الطيران بالجاذبية. واو، صراحة وقفت بدون أي مشاكل، انتظروا. هنا لم أقف كما تلاحظون، الآن لم أقف، لأنني في بعض الأحيان لا أستطيع الوقوف، لكن مع قدرة سوبرمان الخاصة لن تستطيع تدمير سوبرمان يا حبيبي، لن تستطيع. وكذلك سرعته، لاحظوا معي، هو يجري الآن ويجري في الهواء لكي يكون سريع، لا يجري مثل الناس. لاحظوا معي،
هو يجري في الهواء، لذلك فهو سريع. لاحظوا معي، لاحظوا معي قدرته الخاصة. لقد دفعت تلك الشاحنة فقط بقدرته الخاصة. لاحظوا معي، لاحظوا معي، لاحظوا معي، فقط إذا اقتربت من الشاحنة سوف تهرب. لاحظوا معي القدرة الخاصة بسوبرمان. لاحظوا معي، لاحظوا معي، لاحظوا معي، لم أفعل أي شيء ودفعه. لاحظوا معي، لاحظوا معي، الآن بوم، قام سوبرمان بتدميره بواسطة الليزر الذي يخرج من عينيه كما تلاحظون. لاحظوا معي، لاحظوا معي، واو 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 واو، لقد دفعته، يا سلام عليك. لاحظوا معي، لاحظوا معي، واو، سوبرمان إذا اقترب من شخص ما فإنه يرميه. لاحظوا معي ماذا سيفعل لهذه الطائرات. لاحظوا معي، لا لا تطير، لا تطير يا سوبرمان، قف قف قف. أفضل طريقة لكي تقف بسوبرمان في هذا المود هو أن تفتح الباراشوت. لاحظ معي، بوم، وسوبرمان مر وسط الطائرات ولم يحدث له أي شيء كما تلاحظون. يا سلام علي. لاحظوا معي يا أصدقاء، أوه هناك شخص ما، ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ماذا أعرف ماذا تقول يا صديقي؟ أنا أفهم الإنجليزية لذلك لا تقوم بسبي. لاحظوا معي سوبرمان، واو واو واو، سريع، من الصعب التحكم فيه. لاحظوا معي، لاحظوا معي، واو 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 واو، ماذا تريد ها؟ ها؟ سوبرمان، لاحظوا معي، سوبرمان يجري فقط، وهذه الأشياء يتم تدميرها. انظروا، انظروا يا أصدقاء، انظروا، انظروا، انظر، انظر، هيا هيا هيا، لاحظوا معي، بوم، يا سلام عليك، من الصعب التحكم في سوبرمان. خطير 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 خطير، هيا دمره، أحسنت يا سوبرمان، أحسنت، هيا ندمر تلك الجيت، ندفعها إلى الحائط، بوم، يس، هذه الآن، بوم، يس، طنق الآن، بوم، بوم، سوبرمان أقوى رجل في العالم، هيا لكي نطير ونبتعد من هنا، لا يوجد منافس قوي لنا هنا. هيا لكي ننطلق يا أصدقاء، سوف نطير، طير يا سوبرمان، طير، أنت تستطيع الطيران، أنت هو سوبرمان، ليتس جو. يا سلام، صراحة الموضات ممتعة يا أصدقاء، الموضات ممتعة جدا، أعتقد بأن سوف تكون العديد من الفيديوهات الخاصة بالموضات في القناة. كانت عندي جي تي اي 5 من زمان منذ أن اشتريت الحاسوب، لكنني لعبت فقط المهام ولم ألعب كثيرا الموضات، ولعبت قليلا الأونلاين، لكن الآن أكيد سوف نلعب الموضات، ممتعة ممتعة. هيا لكي نقوم بالطيران، سوف أحاول تدمير هذه الطائرة بواسطة عيني، أو أحاول الوقوف فوقها. تلك الطائرة سوف تذهب، سوف تخرج، سوف أتبع هذه الطائرة التي لا زالت وسط المدينة، وسوف نرى يا شباب. لاحظوا ما يا أصدقاء، سوبرمان فوق الغيوم ومدينة لوس سانتوس فوقها الضوء، انظروا معي الأضواء في الليل، سوبرمان يطير، سوبرمان يطير في الليل. بالنسبة لتلك الطائرة التي كنت أتبعها لقد اختفت، لا أعلم أين ذهبت. ها هي، لا ليست هي، هذا الأتوميك وليس الطائرة، نعم نعم ليست الطائرة. هيا سوبرمان، هيا سوبرمان، واو واو واو، لقد دفعته، لا لا يا أتوميك، لا لا، نسيت بأن سوبرمان عنده القدرة الخاصة بالدفع. لا 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 يا سوبرمان، لا، نسيت بأن سوبرمان عنده القدرة الخاصة بالدفع. المشكل الموجود هو أنني لا أستطيع مثلا عدم استخدام تلك القدرة عندما أقترب من شخص ما. لاحظ ما، سوف يطير، سوف يطير، لاحظ ما، عندما سأقترب من، لاحظ ما، سوف يطيرون يا أصدقاء، لاحظ ما، لاحظ ما، سوبرمان، سوبرمان قوي، عنده قدرة، واو، الدماء، آسف لقد قتلتها، هل رأيتم الدماء؟ واو 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 واو، إذا اقتربت من أي شيء فإنه يطير. لاحظوا معي، لاحظوا معي، لاحظوا معي، سوبرمان المدمر، لاحظوا معي، لاحظوا معي، لاحظوا معي، لاحظوا معي، هذا هو سوبرمان، هذا هو سوبرمان،
راح يلومي يا صخر. سوبرمان المدمر راح يلومي. سوف اجري راح يلومي. راح يلومي جميع السيارات، اي شخص امامي يتم تدميره. لكنني سوف احاول ايقاف هذه الخاصيه لانني لا احتاجها الان. المهم انكم رايتم بان سوبرمان قوي جدا ولديه هذه الخاصيه، لكن الان ساقوم بايقاف هذه الخاصيه لكي اصبح مواطن عادي فقط اطير. لكن سوف تكون لدي لكمات قويه يا اصدقاء، وسوف اريكم يا شباب. الان يا اصدقاء لاحظوا معي، اذا اقتربت من هؤلاء الاشخاص لن يحدث لهم اي شيء. الان سوبرمان اصبح سريع، لاحظوا معي، لا يزال سريع، لا يزال يستطيع الجري، لاحظوا معي كانه يطير في الهواء كما تلاحظون لديه هذه الخاصيه. لكن اذا اقتربت من اي سياره لن يحدث لها اي شيء. لكنني اذا قمت بضرب هذه الانسه مثلا، اسف لن اضربك، لن اضربك. سوف اضرب هذا الشخص، لاحظوا معي. هل لاحظتم؟ بوم جيد، هل لاحظتم؟ لقد طار. هيا لاحظ معي، سوف اضربه ولاحظ معي ماذا سيحدث له. تعال 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 الى هنا، لا تهرب لا تهرب. بوم، هل لاحظتم يا اصدقاء؟ يطير. لكن اذا اردت ضرب مثلا هذه السيارة، انتظروا انتظروا، لقد سقط سوبرمان. لاحظوا معي، بوم، طارت كذلك كما تلاحظ. اصبحت عنده القوة فقط في اليدين والرجلين. بوم، لقد طار، لكن اخذ منه بعض من الوقت لكي يطير. هناك جليتش، هيا اضربها، هيا بوم، يا سلام عليه، هيا هيا بوم، يا سلام. كما تلاحظون سوبرمان فهو قوي جدا. الان سوف نطير. هيا سوبرمان، حلق 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 في الفضاء يا سوبرمان يا سوبرمان. لاحظوا معي، سوف نحاول الوقوف فوق الميز بانك. هل استطيع الوقوف فوق الميز بانك؟ الظلام الان، استطيع الوقوف اذا استعملت الباراشوت، لكن بدون باراشوت لا اعلم صراحة هل استطيع ام لا. هيا سوبرمان طر طر يا سوبرمان، لقد جئت الى لوس سانتوس لكي تطير. كما تلاحظون يا اصدقاء سوبرمان، سوبرمان يا سوبرمان. الان سوف نحاول الذهاب يا اصدقاء وعمل بعض من المغامرات ومحاولة المرور اسفل من السدود. صراحة لا اعرف صراحة الطيران كثيرا، لكن سوف احاول المرور اسفل السدود هكذا كما تلاحظون. واو واو واو، لا لا لا، لا اريدك ان تجلس الى الارض مثلا مثل هذه السدود، فهي قريبة كثيرا من الارض. هيا سوف نحاول المرور من هنا، هيا هيا. واو، لا لا لا، ضربت في في ذلك العمود الخاص بالضوء مع الاسف. هيا اجري اجري يا سوبرمان. سوف نحاول تكرار الامر، لاحظ معي سوبرمان يستطيع المشي في الفضاء بدون اي مشاكل. هيا سوف ندور الان، جايين، احسنت يا سوبرمان. هيا يا اصدقاء سوف احاول التحكم، التحكم فهو صعب يا اصدقاء، ليس سهل، لذلك لا تضحك. اوه لقد ضربت فوق، لذلك لا تضحكوا علي يا شباب لان التحكم صعب. كما تلاحظون سوبرمان يطير الان، سوبرمان لوس سانتوس. سوف احاول تكرار الامر مرة واحدة، اذا لم ينجح معي سوف نذهب الى ذلك السد الموجود قرب الليطاري بيز، وسوف نجرب بعض من السدود الاخرى. لاحظوا معي، لاحظوا معي، لاحظوا لا لا لا، لم اقترب من الارض صراحة، لم اقترب من الارض. لماذا لماذا لماذا؟ والامر ضيق، لماذا ضربتني بسيارتك؟ لماذا؟ لاحظوا معي، لاحظوا معي جليتش. واو واو واو، ماذا حدث لك يا سوبرمان؟ اصبحت لا تستطيع التحكم في الجاذبية. جيد، الان سوف نطير ونحاول الذهاب مثل هذه السدود مثلا الكبيرة، هناك سد امامنا.
فهو سهل، من السهل المرور أسفله، لكن تلك السدود القصيرة فهي صعبة جدا. ليس هذا السد، فهذا السد صغير، هذا مثلا الموجود أمامي الآن، هذا الكبير الذي فيه الألوان بالأزرق كما تلاحظون، هذا فهو سهل، تستطيع المرور أسفله بسهولة كما تلاحظون، تستطيع المرور هنا بسهولة تام، تستطيع الطيران فيه هكذا بسهولة تام، لا يوجد أي مشكل. لكن مثلا مثل هذا السد الموجود هنا، هذا المائي، لاحظ معي، واو لقد نجحت، أحسنت، يا سلام علي. هيا نحاول المرور في هذا، هيا واو يا سلام عليك، سوبرمان يستطيع المرور أسفل البريدجات بسهولة تامة كما تلاحظون، يا سلام عليك. صراحة المود الخاص بسوبرمان كذلك مميز وممتع، لا يوجد فيه لا ملل ولا أي شيء. هل تعلمون ماذا سنفعل الآن؟ سوف نحاول الذهاب إلى أكبر قمة جبلية، هيا لكي نذهب، وهي ماونت تشيلياد أو ماونت تشيلياد أو شيء من هذا القبيل. سوف نحاول الذهاب إليها يا أصدقاء، نحاول الطيران، هيا لكي نصعد إلى الفضاء. لاحظوا معي سوبرمان، ولاحظوا معي النجوم، يا سلام عليك صراحة. وكذلك الطيران في الليل ممتاز، لذلك قررت تسجيل هذا الفيديو في الليل. لاحظوا معي الطيران في الليل مميز جدا، لاحظوا معي الأضواء، وسوبرمان تطير وتشاهد الأضواء والسلام في المدينة. بالنسبة لسوبرمان لم أريد صراحة قتل العديد من الأشخاص إلى آخره، لأن سوبرمان فهو يساعد الناس، لذلك لم أريد قتل العديد من الأشخاص. الآن سوف نذهب، لاحظوا معي المدينة، لاحظوا معي، واو سوبرمان يطير والمدينة واو شيء خيالي، لاحظوا معي المناظر، يا سلام عليك، والطيران في الليل واو، والطيران في الأعلى واو، يا سلام، لاحظوا معي الغيوم، ها هو الجبل، أكبر جبل في لعبة جي تي اي 5، سوف نحاول الذهاب والنزول إليه، كل شيء سهل عند سوبرمان، لاحظوا معي يا أصدقاء، هيا يا سوبرمان هيا، حان الوقت، قف. ممتاز كما تلاحظون، اسهل طريقه للنزول هي باستعمال الباراشوت، يا سلام، هيا قف يا سوبرمان، انزل انزل يا سوبرمان. سوبرمان في بعض الاحيان لا يتحكم في نفسه، لاحظوا معي يا اصدقاء، ممتاز، لاحظوا معي، اقفز يا سوبرمان، يا سلام عليك، لاحظوا معي، يا سلام عليك، أريد الوقوف فوق هذه العلامة، هيا لا أستطيع، لا، سوبرمان سقط، لا، هيا انهض، هيا سوبرمان هيا، ها هو سوبرمان في أكبر جبل في لعبة جي تي اي 5 كما تلاحظون، يا سلام عليك، أقوى رجل في العالم الآن سوبرمان، هيا يا سوبرمان اصعد، يا سلام عليك، سوبرمان لا يخاف من المرتفعات لأنه سوبرمان أكيد، واو سوبرمان، لا سوبرمان، لكنه يستطيع الطيران، لا يوجد أي مشكلة عند سوبرمان، حتى ولو ضرب في حجرة أو في أي شيء يستطيع العودة والطيران بدون أي مشاكل كما تلاحظون، هذا هو سوبرمان، يا سلام عليك، ممتاز صراحة، مود مميز كذلك، أنصحكم بتجربته. جيد، سوبرمان الآن قرب البحر، سوف يقول لكم أتمنى أن يعجبكم الفيديو، وإذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر لايك، وسوبرمان كذلك سوف يقول لكم إذا أعجبكم الفيديو قم بإضافته إلى قائمة المفضلة لأنها ستساعد كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.